You're doing it for me, I'm بس شوفني ترى ما اقدر اكثر ننظف بعدين هاي بالاخر شوف الاعضاء شلون طلعت طلعت النفس اكو اقبال على حبها موجود وسعرها دا يزيد يوم على يوم دا يزيد لان هي هاي شغل يدوي بحت احسن من عبات المعامل اللي مخبوط وياها بوليستر ومو بوليستر هاي صوف درجه اولى وشغل يدوي وتراثيه تعتبر عبات تراثيه العباء الرجالية من العبر النادرة جدا اللي يمتاز بها العراق فقط ومحافظتين فقط اللي تمتاز بالوطن العربي لا ما تدخل بأي بلد عربي ثاني انتاجها من حياكة ومن صوف خالص حجي هاي انت هذا شلون سعره هذا هذا تباني 5